بناء على الريكوردينج راح نقدر ناخذ حضور وغياب. عشان تعرفوا انا بس اخذ حضور وغياب بسجل عندي على الفيديو، يعني راح اوريكم كيف بسجل. بصور، شايفين صح؟ بصور انا الفيديو، بصور الاسماء عندي كفيديو زي هيك، يعني فاتح التلفون وبمشي الاسماء، بكون عندي الاسماء بالكامل اللي حاضرين للاخر مع التوقيت. طيب نقول بسم الله. محاضرتنا اليوم زي ما اتفقنا راح تكون عن سكيزوفرينيا. قد يكون البعض لاحظ انه نزلت انا اليوم بفايلز على الكلاس ماتيريالز ماده جديده اسمها نيوروبيولوجي. طبعا بتبين معكم زي الفتاشه هاي الشمس المشعه. النيوروبيولوجي مش ماده داخله في الامتحان، انما هي ماده تستزيدوا منها علميا حتى تستطيعوا تفهموا كل الامراض النفسيه، لانه هاي النيوروبيولوجي هي فعليا ملخص لماده الاناتومي والفيسيولوجي المتعلقه في السنترال نيرفس سيستم والبريفرال نيرفس سيستم يعني كاناتومي اند فيسيولوجي. فبتعطينا كثير اضاءات مهمه جدا لها علاقه بشو هم النيورو ترانسميترز، شو الفانكشنز تبعونهم، شو البرين ستراكشر، شو الارياز الموجوده ان ذا برين، شو الفانكشنز اوف ذيز ارياز. لانه لاحقا رح نصير نقول مثلا مريض اللي عنده انزايتي ديس اوردر بصير عنده مشاكل في البريفرونتال كورتكس، واحنا بنعرف البريفرونتال كورتكس موجود فيه كذا وكذا وكذا ومسؤول عن فانكشن 1 2 3. يعني هذا بكون كويس لو انتم تستزيدوا من خلال يعني نسميها من خلال انك تقرا الماده وتكون عارف ومتيقن انه هاي الماده بتفيدني كل ما اجي احكي انا في موضوع. طيب موضوعنا الاول اليوم عن سكيزوفرينيا. وطبعا لما نحكي سكيزوفرينيا خليني احكي اول جزئيه في المعلومه. نشوف بس طلع معنا ولا لا. خليني اعمل الويب سايت مش من اللاب تبعي، قد يكون هذا اسهل على بعض الطلاب انه يشوف المدرسه. هي طبعا بتطول شوي لانها 119 سلايد. يعني بنحكي 119 سلايد. This means in material. هذا الصوت عنده بقطع. دكتور لو سمحت الصوت بقطع. الصورة بترد. دكتور الصوت مش مسموع، بقطع كتير. زي المرة اللي فاتت. دكتور يمكن عشان الكاميرا. لا جواب يعني الوقت. كمان مرة. دكتور مو واضح. دكتور الصوت بيقطع. عشان بحمل مادة السكيزوفرينيا الكبيرة. أصلاً بلغ التحميل من السيستم من التيم. طيب ثواني. بس ما في صوت.
كانك الصوت بيقطع الان صوت منيح منيح دكتور أبو لغاية البرزنتيشن بنعمل برزنتيشن من الديسكتوب واضح عندكم بعضكم احكي لنا مش واضح ما حد هذا زمان صوت الصوت واضح الصورة واضحة شايفين البرزنتيشن لا مو شايفين دكتور الصوت بيروح تماما ما في عنا صوت دكتور هلا الصورة مبينة بس الصوت لا دكتور لو نعمل لو نحول على زوم من البداية والله أحسن بلاش تروح كل المحاضرات هيك إنه ما نكون سامعين هلا انا مش فاهم الصوت واضح ولا مش واضح لا بس هسه هسه واضح هسه واضح هسه منيح يعني دكتور منيح البرزنتيشن طالع معاكم دكتور هسه طالع طالع البرزنتيشن ما في تكتب الصورة ولا في تكتب الصوت عشان نبلش من بعدها ما نوقفش بلاش نضل كل شوي صوت بقطع صوت بوش واضح مش عارف شو القصة أنا فكرة يعني ما بصير معي حكي مع بس اللي معكم يعني ساعتين مع الماجستير ما قطع الصوت ولا ثانية بس معكم تلبك دورس بقطع مش عارف شو القصة حاسة كيف الأمور مني هيك تمام طيب معكم بطلني. دكتور انت بتعمل معمول لك كتم طيب نبلش من عند سكيزوفرينيا الكل سامع دكتور الصوت واضح طيب على بركة الله طيب اول شيء نحكيه في المادة هاي يعني من سكيزوفرينيا لازم نفهم أول شيء كيف تلفظ هذه الكلمة يعني كثير من الناس بلفظها بطريقة دائما إلى حد ما خاطئة هي تلفظ أساسا سكيزوفرينيا
هيك باللغة الإنجليزية الصح، لكن تقبل على قاعدة سكيزوفرينيا، لكن ما بنقبلها شيزوفرينيا. إذا سكيزوفرينيا أو سكيزوفرينيا مقبولة، والكلمة أساسا لاتينية من أصل كلاتيني، وهي عبارة عن شقين splits of mind schizo and frame. Frame دائما means mind باللاتيني، وبالتالي سموها split and mind، وهذا جزء كثير مهم راح يجي معانا لما نعرف السكيزوفرينيا أو سكيزوفرينيا. الآن في مصطلحين مهمات لازم تكونوا فاهمينهم. طبعا أي حدا عنده أي سؤال ماشي يقدر يرفع إيده عشان أقدر أشوف وأوقف. أي حتى تفهم سكيزوفرينيا لازم تفهم مصطلحين مهمات. المصطلح الأول psychosis، والمصطلح الثاني neurosis. psychosis اللي بيمني فيه أكثر تعرفوا أنه psychosis مرتبط بإشي اسمه loss of contact with or distortion of reality، which means أنه the individuals in general who suffers from problems in the intact with the reality، يعني how much they are aware about the real things around them، هذا بنسميه إذا كان عندهم problem بنسميها psychosis، وهذا إشي كثير مهم. إذن psychosis إلى علاقة بـ loss of contact or limitation or distortion of reality. أي شخص بيعاني من هاي الجزئية بيدخل بهذه المرحلة. الآن neurosis اللي هو المصطلح الثاني means العكس، إنه كل الأعراض الأخرى الموجودة بالسايكوسيس موجودة، لكن the person remains intact with reality. What does it mean remains intact with reality? Means the person is still aware about the real world. إذن الفرق بين neurosis و psychosis هي قديش الشخص هذا عنده orientation toward real world، قديش هو عنده قدرة يستوعب أن الأشياء اللي حواليه هي صحيحة وحقيقية من وجهة نظر الجميع. طيب كيف بدنا نعرف أنه هذا الشخص oriented ولا distorted in reality؟ بالسنسس، نسميها سنسس إجماع. يعني إذا الجميع شايفين شغلة معينة فهي موجودة، لكن إذا هذا الشخص هو الوحيد اللي شايفها دون الجميع فهذا اسمه loss of contact with reality. نفس الكلام ينطبق على كل الحواس الخمسة، وهاي الميزة يعني موجودة فقط في schizophrenia، مش موجودة في أي mental disorder آخر. عشان هيك دراسة schizophrenia تعتبر شكل شوية دقيقة لما نتعرض لمواضيع اللي هي بنسميها how do we know or how do we realize in what the patient see is really acting. إذا ما تقدر تثبت إن المريض لم يرى ما يرى، يعني المريض يجي بقول لك أنا شايف جنية، الآن أنت مش شايف، بس هذا لا يعني إن المريض مش شايف، وممكن يكون شايف وأنت اللي مش شايف، لكن الحكم على إنه هذا الأمر قد يكون نوع من الخلل يعتمد على انه في اجماع من الاخرين انه هو الشخص الوحيد اللي شايف. عشان هيك later on لما نيجي على how to manage schizophrenia راح نتعرض لجزئيه انه لما المريض يقول لك انا شايف جنيه بتقول له اللي انت شايفه هو جزء من مرضك. اذا قال لك انا بسمع الملائكه بتحكي معي نقول له سماعك للملائكه بتحكي معك هو جزء من المرض. هذا لا ينفي إنه المريض ممكن ما بسمع، بسمع بجوز بسمع ما بتعرف، بجوز بشوف ما بتعرف. لا يوجد في العلم ما يثبت إنه المريض لم يسمع ولم يرى الأشياء بالداهية. طيب وضحت الصورة؟ دكتور يعني السايكوسيس هو بيكون يحكي إنه أنا مثلاً شفت جنية هيك يعني؟ ممكن يقول شفت سمعت ما بتفرق، ممكن يقول أي شيء بس يكون مش ريال يعني. الآن إحنا بنعتبره مش حقيقي وبنعتبره جزء من مرضه، لأنه إحنا ما عندنا قدرة كمجموعة كجماعة إنه نشوف إنه هذا الحكي موجود. هلا في اختلاف ما بين إنه مش موجود وبين إنه إحنا مش شايفينه، يعني الناس مش شايف اللي هو شايفه، لكن لا يلغي ذلك فكرة إنه هو شايف، ممكن يكون شايف ما بنعرف صح؟ لأنه هذا ممكن يدخلنا في مناقشات كثير طويلة على قاعدة أنه وما أدراك، يعني إذا هاي القدرات محدودة
عند ناس معينة فلا تعني بذلك أنه بالضرورة أن تكون موجودة عند أشخاص آخرين. إذن distortion of reality or limits orientation to reality means أنه إحنا عارفين أنه هذا الشخص he may see or hear or taste or whatever smell or feel على tactile, أنه هذا الشخص عنده كل هذه الحواس الخمسة تتحرك بطريقة مختلفة كلياً عما يراه الآخرين. هون ندخل في شيء اسمه distortion of reality. وهذا الجزء خلانا ننتقل لموضوع أنه السكيزوفرينيا لا يعتبر مرض نفسي بسبب نفسي. It's a biologically based disorder. Biologically based means إنه schizophrenia is caused by biological disorders that happens inside the body, mainly because of the central nervous system and peripheral nervous system. إذن في biological problem happened to this person, so what psychological symptoms. إذن عشان نوضح الصورة صح شو هو schizophrenia. Schizophrenia is a biological disorder, أعراضه نفسية. منيح؟ مرض عضوي ولكن الأعراض نفسية. هذا غريب شوي إنك تيجي تقول مرض عضوي أعراضه نفسية. نعم، هذا يعني إنه أي شخص على سطح الأرض ممكن بكل بساطة بكرة يصحى الصبح يكون عنده سكيزوفرينيا دون أي سبب، مجرد خلل عضوي يحدث في in the brain. رح نعرف كمان شوية وين ممكن تكون هاي الأعطال اللي بتصير in the brain that may cause schizophrenia. إذن بلشنا نخاف، ليش؟ لأنه كل آياتنا اللي في المحاضرة الآن وكل موجودين على سطح الأرض اللي ما عندهم مشاكل نفسية بكل بساطة بدون أي سبب ممكن يصير عنده schizophrenia إذا صار عنده خلل في المركبات اللي نسميها neurotransmitters in the brain أو إذا كان في neurostructure of the brain أو the physiology of the neurotransmitters in the brain. عشان هيك ما في داعي نوسم اللي يصابين بسكيزوفرينيا انهم جايين من كلتشر تعبانة او حالتهم النفسية تعبانة او عندهم مشاكل عائلية او مشاكل شخصية او مشاكل ولا اخره، لا ما في، او لانهم مستواهم المادي منخفض او مستوى المادي مرتفع او الى اخره. ابدا لا يوجد ارتباط ما بين اي عامل نفس شخصي او اجتماعي مع حدوث السكيزوفرينيا بشكل قوي. يعني اقوى النظريات التي تفسر حدوث السكيزوفرينيا هي النظريات البيولوجيه. اذا the biologically based disorder that is psychosocially devastating means the signs and symptoms that are psychosocial, يعني تظهر ب psychological symptoms و social symptoms، هاي بتكون very severe enough to disturb that person. لذلك الميزة الأكثر وضوحاً في مرضى سكيزوفرينيا هي the psychosis، نسميها the overt psychosis. شو يعني overt؟ مين بترجمها؟ مين بترجم لنا كلمة overt؟ دكتور يعني إنه بكون يعني كثير، يعني إنه يعني الأعراض عليه بتكون يعني كثيرة. لا overt واضحة. ترجمتها واضحة أو مبينة أو شديدة ظاهرة. لأن شو عكس overt؟ covert. إذن covert مخفية و overt ظاهرة، بمعنى إنه المريض عنده سكيزوفرينيا الأعراض النفسية تبع السايكوسيس تبعه بتكون ظاهرة. ظاهر بمعنى إنه نستطيع إنه نشاهدها دون أن يتحدث هذا الشخص. إذن المريض يتميز، مريض سكيزوفرينيا يختلف عن كل الأمراض النفسية الأخرى إنه الأعراض اللي عنده أعراض mainly objective non subjective mainly. الآن في subjective feelings أكيد رح نيجي عليهم كمان شوي. إذن هاي ميزة لازم نهتم فيها بشكل كبير، إنه مريض سكيزوفرينيا، مريض مصاب بسكيزوفرينيا، أعراض النفسية الموجودة عنده اللي هي psychotic symptoms هاي بتكون ظاهرة. وعرفنا إحنا إنه psychosis a state in which one's capacity to recognize reality is limited or absent، مش موجودة أو محدودة. دكتور طبعا أعطينا مثال إنه بتكون واضحة يعني. يعني مثلا لما نيجي أحكي هو اللي قدامي شوي بس أحكي أنا شو هم السايكوتيك سيمتومز وأشرحهم بيصير أسهل عليك، لأن إذا حكيت عليهم الآن ممكن أخربطكم لقدام. القدام شوي راح نحكي شو هم السايكوتيك سيمتومز ماشي، وشو هم النيورو كوجنيتيف سيمتومز
عشان نميز بيناتهم. وبالتالي بقول لك مثلا انه هذا الساين بتكون ظاهره بشكل فلاني، هي بتكون بالشكل الفلاني، هيك بيكون يعمل المريض، هيك بيكون يسوي المريض. اوكي شوي شوي سلولي، لساته باول 10 دقائق لقدام شوي، بس ناخذ السيمبتومز نصير نتحدث بتفاصيلهم. اذا اقوى نظريه بتفسر سكيزوفرينيا هي البيولوجيكال ثيوري. الان من البيولوجيكال ثيوري في شيء متعلق بالجينيتكس، بهمنا من الجينيتكس هاي كلها نفهم شيء واحد، انه almost the prevalence has اسمه lifetime prevalence. The lifetime prevalence of schizophrenia is almost 1%. It's almost 1% حول العالم. في الأردن لا تسألوني من هون طالع من هون لتخلص المادة شو الإحصائيات اللي في الأردن، ما عندنا. Mental health in Jordan is not a priority لا للمؤسسات الحكومية ولا الخاصة. عشان هيك ما عندنا أرقام نهائيا، وإذا بتسمعوا أرقام من أي حدا وين مكان يكون ومين مكان يكون، اعتبرون هذا الشخص بيخبص من عنده. هذا على ذمتي، على مسؤوليتي أنا. لا يوجد لدينا في الأردن أي إحصائيات حول الأمراض النفسية. آخر مرة عمل تقدير، ها اسمه كلمة تقدير يعني estimate of mental disorders، كانت عام 2002 قبل 18 سنة، وكل الأرقام الأخرى تم تقديرها بناء على تقدير 2002. الآن منظمة الصحة العالمية بتحاول تعمل دراسة جديدة عشان تعمل تقدير جديد ل prevalence of psychiatric disorders in Jordan، بس ما عندنا. Neuroanatomical، شوفوا مريض السكيزوفرينيا شو ماله؟ عنده enlarged ventricles. كم ventricle in the brain؟ مين يجاوب؟ 2. نعمل مزاد على أونا على دو هسا كمان شوي. How many ventricle in the brain؟ القلب اللي عنده 2 والدماغ 4. 4 دكتور شو كان السؤال؟ السؤال كان كم من ventricle in the brain؟ We have 4 ventricles in the brain. شو مهمة الventricles in the brain؟ مين بدي يحكي لي؟ نسلخوا على 200 بونص. كافيتي للسائل CSF. أكيد الventricle cavity. هذا التعريف التشريحي للventricles. بس what is the main function of ventricles in the brain؟ ما في ventricles in the heart. صح؟ لكن في ventricles in the brain. Which is different. هذا بدي جاوب ولا جاوب أنا وأخذ علامتين إلي؟ دكتور حكيت ما أنا. لا. It's not a cavity. Cavity للCSF. لا. هي مش بس cavity للCSF، هي كمان فيها الكورويد بلكسس اللي بتنتج الCSF، وفيها كمان اللي هي بنسميها الفينز اللي كمان بترجع تمتص الCSF، فهي بتحافظ mainly على intracranial cavity pressure. طيب يعني بدي اعتبر جوابك نص. شو اسمك انت؟ حنين. حنين اعطيك نص، يعني بتطالك علامة واحدة، لانه كان لازم الكلام يكون كالآتي. مهمة الventricles هي filtration and diffusion of the fluids of the brain، بغض النظر هي blood compounds ولا كانت CSF، لانه it's the way of connection مع outsiders اللي هي blood brain barriers، عشان نعملها ايش؟ filtration وتطلع برا البرين وتروح تنعملها filtration in the kidney and in the liver. وبالتالي filtration and diffusion هي مهمتها الأساسية، غير إنه CSF أساسا ينتج هناك، إنما هي أساسا filtration. عشان هيك enlarged ventricles means إنه في عندنا huge amount of fluids in the brain، قد تكون CSF وقد تكون أشياء أخرى. طيب cortical atrophy الكورتكس، راح نيجي كمان شوي على الفانكشن اوف ذا كورتكس. سمولر فرونتال لوب، والبرين في كم لوب؟ سريعا كم لوب البرين؟ 4 فرايتال فرونتال تمبورال اوكسيبيتال اند افكت ان ذا ليمبيك برين ستراكشر. كمان شوي هيجي على ليمبيك برين ستراكشر، لانه ذس از فيري امبورتنت. لا بس تروحوا او قبل تروحوا، انا فكر حالي بالمحاضره صرت انا، بس تكونوا فاضيين وتقرأوا نيوروبيولوجي ماتيريال نزلت لكم إياها، راح تشوفوا details about the function and the physiology of the brain. طيب
decrease metabolic activity and slower brain waves. هذا يعني إنه electrophysiology of the brain is slower than its normal. وطبعا هذا راح يأثر على the process of thinking, intellectualization, information processing, and the memorization. يعني recalling the information. This is very important لأنه مريض السكيزوفرينيا أساسا يعتمد على thinking process تكون accurate. طيب لقدام شوي راح أشرح كيف ممكن تصير thinking process accurate or informative للبرين حتى تكون المعلومة صحيحة. شوف قديش مهم جيد بالنسبة لنا النيوروبيولوجي بفهمنا كثير شغلات. النيوروترانسميترز أهم 5 نيوروترانسميترز معروفين راح نجي عليهم كمان جزء 3-4 سلايدز لقدام. لكن for schizophrenia لازم نعرف إنه the two major neurotransmitters that we should concern about هما dopamine and serotonin. Dopamine and serotonin. يا ريت ما اسمع حدا بقول دوبامين ماشي ولا دوبامين. It's dopamine and serotonin. 5-HT 1 and 2 and DA 1 and 2. طبعا في مركبين من الدوبامين وفي مركبين من ال 5-HT اللي هو السيروتونين. الان any other kind of neurotransmitters لهم اثر in schizophrenia ولكن these are the two major. لكن اذا جيت سالت in general in the biological approach which of the neurotransmitters neurotransmitters العشرة الرئيسيين is more influential in causing schizophrenia بنقول دوبامين مباشرة. اوكي وصلت المعلومة؟ معلش عدي بومن ما فهمت إذا سؤال خلينا نسمعه. طيب دكتور هي بس آخر إشي تعيد آخر نقطة حكيت آخر نقطة كالآتي إنه في عنا list of neurotransmitters تقريبا عددهم الرئيسيات 10 منيح 5 من العشرة بيكون مسؤولين عن most of the خليك تقريبا 70% of the brain functions. من الخمسة the major one contributes into schizophrenia بمعنى إنه this neurotransmitter إذا حصل فيه خلل كبير will cause schizophrenia هو dopamine اللي أنتوا بتسموه دوبامين. منيح طيب birth and pregnancy. الدراسات تثبت إنه any kind of biological problem during pregnancy will cause problem in the fetus مباشرة. لكن اللي بين معانا أكثر إنه infection during pregnancy or poor nutrition خصوصا من ال major minerals اللي له علاقة بالبرين اللي هي الفوسفورس والكبر النحاس والمغنيسيوم سيؤدي إلى رفع الـ prevalence of occurrence of schizophrenia among the newborn. يعني الطفل الذي يولد لأم حدث معها مضاعفات أثناء الحمل. هاي المضاعفات ناتجة عن التهابات أي نوع من infection أو خلل في الـ main nutrients of the brain اللي هي المغنيسيوم والكبر النحاس والفوسفورس. فهذا بيرفع من احتمالية أن يصاب الطفل ب سكيزوفرينيا لاحقا. يعني هذا يعني انه من الضرورات اللي بيشتغلوا مع النساء الحوامل انه دائما كل على الاقل كل شهرين ثلاثة يتعرف على مستوى النحاس والمغنيسيوم والفوسفورس عند الحوامل لانه هذولا ممكن يكونوا سبب في حدوث سكيزوفرينيا للطفل لاحقا. الدراسات بتقول up to 10%. طيب هاي صورة البرين. الان انتوا بتشوفوا الماوس وانا بحرك فيه شايفين؟ ايه ممتاز. الان هذا البرين ارجعوا اطلعوا عليه مره ثانيه براحتكم وشوفوه. انا بهمني من البرين يعني جزئيه كثير مهمه اسم هذا limbic system عليها asterisk تحت هي asterisk النجمه هاي limbic system. limbic system مكون من ميل علي asterisk هيب أيا هايبوثالاميك سالكاس اللي جمعها سالكاي هايبوثالامس نيه اثنين اللي عليها أستريكس أميجدالا ثلاثة ثالامس. إذن the
وفي واحدة رابعة the hippocampus. The hippocampus فعلياً hippocampus والثلمس وأميجدالا are the three major structures of limbic system. بديت تحفظوها حفظ هاي إذا مش فاهمينها. هذول الثلاث أشياء اللي هم hippocampus والأميجدالا، هاي الجزئية الصغيرة جداً جداً اللي جاي قدام الغدة النخامية قدام البيتوتري جلاند ماشي، والثلمس اللي بعضهم بسميها الغدة الزعترية، مش عارف اسم الزعترية وش يسموها نسيت، بس يعني اسمها ثلمس. هذولا يعتبروا مكونات الليمبيك سيستم. هسا الليمبيك سيستم نخامية، نخامية مش نخامية بيتوتري جلاند تحت المهاد الثايرويد، الهايبوثالامس تحت المهاد. اعتقد الثالامس بسموها الزعترية، انه انا من ما بهمنا بالعربي شو بسموها، لانه اللي سموها بالعربي سموها على اشكال معينة. بهمنا شيء واحد نعرف انه ثالامس هيبوكامبس وانكدالا هذول ثلاث مكونات لايش اسمه ليمبيك سيستم. طب ليش بهمنا نعرف الليمبيك سيستم؟ لأن الليمبيك سيستم راح يكون تقريبا involved in most of the mental disorders من هون لآخر الفصل. هذا واحد. الجزئية الثانية the frontal lobe. Frontal lobe هذا the frontal lobe مهم، لأنه لقدام شوي راح نحكي إنه كل ال information processing system بيتم بالfrontal lobe. Frontal lobe مقدمة الرأس منيح. والfrontal lobe يعني in general راح نتحدث عن أكثر من function لقدام، لكن بدي تفهموا إنه لما نرجع كل مرة نحكي frontal lobe تستذكر معي what are the main functions that occurs at this part of the brain. باقي الأماكن راح تمر معنا لكن ليست بذات الأهمية. الصورة الملونة هاي تعطي توضيح أكثر. ليش؟ لأنه بتعطيك وين الأماكن الأكثر نشاطاً لكل function. ماشي؟ يعني لو جينا طلعنا على coordination بنلاقيها في occipital area، vision في occipital area، السنسيشن والموفمنت جاية في التمبورال بارايتال، الجادجمنت مرتبط بالتمبورال بارايتال وباتجاه البري فرونتال كورتكس اللي هي فرونتال لوب. لو جينا طلعنا على الريوردنج سيستم بنلاقيه جاي في قريب من الميد برين، الميموري جاي في الميد برين على البارايتال اريا. ولو تصورنا الصوره بنلاقي انه بنحكي هوريزونتال بطريقه 180 درجه. البين جاي في الميد برين جاي مع السبانال كورد. This is very important ان نفهم هاي التركيبات وين موجوده. الان اذا طلعنا على الخليه العصبيه للتذكير ماشي، الخليه العصبيه فيها مكونات، هذا الجزء الصغير عليه الدائره ماشي مكبر هون، هذا الجزء الصغير مكبر هون. سينابتيك فيسيكل ماشي او فيسلز تلفظ على جهتين، ممكن تلفظ السي ممكن تكون السي سايلنت، في ناس بيلفظها فيسيكلز في ناس بيلفظها فيسلز، فوارد على اللفظين. السينابتيك كليفت اللي هو المنطقه اللي بتكون تلتقي فيها تو نيورونز، خليتين عصبيتين متلاحقتين. اوكي this is very important. الان ليش بهمنا هذا الكلام؟ لانه بقول لك انه نرجع شوي صغيره، انه موجود في جوا الدندرايتس اللي نهايه العصبيه الموجوده في اخر طرف الخليه العصبيه في شيء اسمه ايش؟ شيء اسمه مخازن النيوروترانسميترز، مخازن النيوروترانسميترز اللي من خلالها اذا انطلقت ما بين الخليتين العصبيتين اللي هي سينابتيك كليفت بيصير في عندنا استجابة عصبية. هيك الصورة ممكن تكون أوضح. أنا في عندي خلية عصبية وخلية عصبية أخرى. الآن حتى يحدث المرض النفسي، وهي القاعدة منطبقة على الدوبامين ماشي، بتكون القاعدة بتقول كالآتي: إذا كان في عندي ريسبتورز أكثر ولا خلينا نسميها نيوروترانسميترز أكثر، بتصير الخلل الموجود أحدهما أكثر أو الثاني أقل. فعندنا أربع احتمالات. الاحتمال الأول أن النيوروترانسميترز أفرزت كمية كبيرة جدا، أن الخلية العصبية أفرزت كمية كبيرة جدا من النيوروترانسميترز، وبالتالي لما انتقلت الخلية العصبية الأخرى
الريسبتورز كانت اقل فصار في عندنا شيء اسمه اكسس نيورو ترانسميترز. اذا القاعده الاولى عندنا اكسس نيورو ترانسميترز اي انه عدد الكميه الموجوده من النيورو ترانسميترز اكثر بكثير من المستقبلات. الحاله الثانيه انه كانت كميه النيورو ترانسميترز اقل. يعني خلينا نحكي مثلا بالصيف اشعه الشمس موجوده والناس غالبا تتناول بعض النوع انواع الماكولات بشكل عام. هاي الماكولات ممكن تكون من مركبات الفيتامين دي ومساعداتها، بتصير كميه افراز الدوبامين اكثر، فبالتالي الناس دائما لما تكون الدنيا صيف ودافيه بتكون ناس انشط. ليش؟ لانه في عندنا اكسس في نيوروترانسميترز. في الشتاء بتقل اشعه الشمس، بتميل الناس الى نوعيات معينه من الاكل، غالبا ما بتكون هاي النوعيات من الاكل محفزه للفيتامين دي، وبالتالي بيصير في انخفاض في مستوى الفيتامين دي، وبالتالي بيقل الدوبامين، لانه فيتامين دي is the most important manufacturer and precursor for dopamine. لكن بقيت الريسبتورز مثل ما هي لكن كميه اقل، فيحدث الخلل او اكسس ريسبتورز. الريسبتورز عندنا كثيره جدا بسبب انه المكان الموجود فيه في الجهاز العصبي تستقبل بطريقه معينه، ولكن الكميه المفرزه طبيعيه، يفترض ان تفرز هاي الكميه، لكن كميه النيورو ترانسميترز اقل، لان هذا بيساعد على انه اي مركب بيشبه النيورو ترانسميتر ياخذ مكان النيورو ترانسميتر. يعني مثلا الدوبامين بيشبه الكوكايين، اذا الشخص تعاطى الكوكايين والريسبتورز موجوده متوفره، هذا بيسوي نفس الاعراض الموجوده او نفس الاستجابه المتوقعه من الدوبامين، يعني ايفوريا وما شابه. والحاله الاخيره هو ان يكون في ديفيشنت ريسبتور، الكميه المفرزه سليمه ولكن ريسبتورز قليله بسبب وجود التهاب او دامج نيورو اناتوميكال ديسفانكشن كوزز ديستركشن اوف ذا نيورو ترانسميترز ريسبتورز، وبالتالي بيكون ذا اماونت اوف نيورو ترانسميتر از ماتش لارجر ذان ذا ريسبتورز كوزينج less expected response. هاي الاربع حالات اللي بتكون موجوده فيها الخلل ما بين النيورو ترانسميترز وبين الريسبتورز، وبناء عليه يحدث الخلل. الان لما بكون النيورو ترانسميترز في عندنا اكسس نيورو ترانسميترز، لما يكون في اكسس نيورو ترانسميترز او ديفيشنسي ان ذا ريسبتور، اكمل هاي الجمله واعطيك مجال تحكي. لما يكون في عندي اكسس نيورو ترانسميتر او ديفيشنت ريسبتور بيصير ايفوريا، والعكس صحيح، لما يكون عندي deficient neurotransmitter أو excess receptor بيكون في dysphoria، الشخص بيكون خامل وهناك بيكون نشط جدا. احكي. ولا إيش كنت أحكي آخر إيش حكيت، إنه يعني لما بيكون excess بال neurotransmitters بيصير في عنا اللي هي بتصير بيكون في حالة نشوة الهاي وحالة انبساط. نعم. لما بيكون في ولما بيكون في عنا بيكون في عنا deficiency بالنيورو ترانسميتر بيصير في هي بحالة إحباط هيك يعني. صحيح. والعكس صحيح لما يكون deficient نيورو ترانسميتر واكسس ريسبتور. هسا بهاي السلايد very simply بنورجيكو the most important of نسميهم the major نيورو ترانسميترز. هذول لازم تعرفوهم، لأن إذا ما عرفتوهم من هون لآخر الفصل تتغلبوا. لازم تعرف مثلاً الدوبامين is an excitatory ومهمته controls complex movements, motivation, cognition, regulates emotional responses. إذن الدوبامين is involved in movements, involved in motivation, involved in cognition, involved in emotional response. يعني إذا واحد فينا الآن من اللي قاعدين بسمعونا مش مركز، ما عندوش اي رغبه انه يسمع المحاضره، ممكن تكون مشكلته انه الدوبامين تبعه افرازه قليل، فبالتالي لازم يدور على منتجات بتساعد على افراز الدوبامين حتى يتنشط الموتيفيشن عنده ويتنشط الكوجنيشن الحاله العقليه. نورابينفرين او كما يسمى بنور ادرينالين اكسايتاتوري يعني مثير، causes changes in attention, learning and memory, sleep and wakefulness and mood. ابينفرين أو أدرينالين إكسايتاتوري controls fight or flight response اللي أخذتوها بالأتمي فيسيولوجي السنة الأولى، ماشي تبعت الجملة الودية والشبه ودية. سيروتونين
inhibitory controls food intake. شو بتصوروا؟ السيروتونين بيشتغل على food intake. يعني إذا واحد كان مبسوط ممكن يأكل أكثر. طب إذا منزعج وأكل أكثر بكون بسبب الدوبامين. عشان هيك في ناس إذا انبسطت تأكل أكثر، وناس إذا زعلت بتأكل أكثر. إذا حسب شو نوع النيوروترانسميتر النشيط منيح. إذا بتأخذ مركبات فيها سيروتونين اللي بسموها تريبتوفان زي الموجودة في الموز والمانجا بتفتح الشهية عندك. ليش؟ لأنه بتصير في حالة انبساط، يعني مزاجك عالي، happiness عالي، وهذا بيفتح الشهية أكثر، بصير you would like to eat more. Sleep and wakefulness. بعدين temperature regulation, pain control, sexual behaviors and regulation of emotion. الآن أكثر نشاط للسيروتونين موجود وين؟ في الليمبيك سيستم. وين؟ في الليمبيك سيستم اللي كنت أحكي لك قبل شوية. تصوروا لما يكون السيروتونين نشيط في الليمبيك سيستم، هاي الفانكشنز كلها بتكون موجودة. هستامين نيورومودوليتر، هذا ليس له نشاط لا تحفيز ولا تثبيط، إنما ينظم عمل إيش؟ other neurotransmitters. يعني الهستامين الموجود في كثير من الأدوية بيقول لك antihistamine drug صح؟ زي الألرفين وما شابه. Controls alertness, gastric secretions, cardiac stimulation, peripheral allergic responses. Acetylcholine. يا ريت كنتوا تحافظوا على لفظ الأسماء صح. ماشي. Dopamine, norepinephrine, histamine, acetylcholine, serotonin. Excitatory or inhibitory. حسب الحالة. أي حالة؟ حسب موقعه في البرين. حسب موقعه في البرين. وين بيكون الاستالكولين؟ على قولكم الاستالكولين بيكون في شغل مختلف. Controls sleep and wakefulness cycle. Signals muscles to become alert. اوكي. اللي بتعرفوه كمان طبعا neuropeptides زي الهستامين. ماله؟ بعمل modulation. وسيط. Glutamate excitatory. Results in neurotoxicity. If levels are too high. GABA هذا بتقدر يواكوا عليه. من هذول القائمة ماشي بديك تهتموا بالدوبامين، سيروتونين، أستايكولين and GABA اللي هو جاما أمينوبيوتريك أسيد نسميه GABA. GABA inhibitory ولكن مهمته to modulate other neurotransmitters. لذلك راح تشوفوا قدام شوية كل ما أجي على مرض نفسي شو بقول؟ بقول إنه GABA involved. يعني لما نحكي عن sleep disorders مثلاً بنقول إنه acetylcholine involved, GABA involved, cortisol involved, cholecystokinin involved, melatonin involved. طبعاً عديت كمان أربعة neurotransmitters مش موجودين بالقائمة. فضلتوا ولا لسه؟ صحيحين يعني؟ اللي حكيت عنهم أهم إشي هم الدوبامين والجابا والهستامين وإيش كمان؟ دوبامين مش دوبامين، دوبامين، سيروتونين، أستالكولين، and جابا. هذولا الأربعة كثير involved in almost all mental functions. يعني any kind of mental disorder will not happen in the brain unless there's a dysfunction in one of these major four. Okay, dopamine, serotonin, acetylcholine, and GABA. طيب الأشياء اللي بنعملها بنسميها brain imaging technology. أكيد عرفتوا يعني عارفين شو هم الخمس الأربعة هذول الرئيسيات، لكن بهمنا نعرف إنه كيف بيشتغلوا. يعني CT scan كلكم حافظين CT scan، computer tomography هذا serial X-rays of the brain. لكنه structural image، بعمل structural image. يعني structural image يعني فقط بعطيني الوضع التشريحي للبرين، أسود وأبيض. أبيض يعني fluid، أسود يعني كثافة وإلى آخره، وشطارتك أنت وقراءته. طبعا هو يعتبر الآن نمطي، صار زيه زي الإكس راي. الأحسن منه magnetic resonance imaging MRI، والMRI radio waves
تعتمد على الهيدروجين على الهيدروجين ايون وبالتالي نشاط الهيدروجين in the brain وبالتالي بعطيني صورة أوضح عن structure of the brain تحرك الأكسجين وتحرك النيتروجين وتحرك الغازات داخل البرين تعطيني how much this brain is working ولكنه still structuring حتى نعرف if the part of the brain is really functioning well بنعمل إيش اسمه PET scanning positron emission tomography وهذا طبعا radioactive tracer لكنه بيقيسني بعطيني if this part of the brain is functioning well or not احنا بالنسبة لنا للأمراض النفسية السيتي سكان والام ار اي يعني اكس راي احسن منهم اللي فهمنا دائما في المرضى الاشخاص اللي بيصابوا بامراض نفسيه انه نعملهم بيت سكانينج الاحسن من البيت سكانينج هو سبيكت سكانينج سنجل فوتون ايميشن كمبيوتر توموغرافي الان سيم ايميجينج زي البيت ولكن المده الزمنيه تبعه اقل من ساعه لساعتين هذاك من ساعتين لثلاثه واثنين بيعملوا functional بعطوني very particular part in the brain how is it function functioning well or not functioning well إذا هذول أربع أنماط من the brain imaging كمان لازم نكون عارفينهم طيب أي سؤال للآن حد عنده صداع صدعته ولا لسه والله شكلكم تسمعونيش قاعدين اصلا لا لسه لسه دكتور لا دكتور معك معك احنا معك معك بس طفي الارجيله يا زلمه طيب خلينا على السايكوداينامك ثيوري النظريات النفسيه في تفسير الامراض النفسيه ضعيفه منيح ضعيفه لان اذا اجي اقول لك واحد والله النظريه النفسيه الفلانيه بتفسر سكيزوفرينيا قول له على ذمه ايمن منصور كل النظريات النفسية التي تفسر سكيزوفرينيا ضعيفة ضعيفة مقابل مين؟ ضعيفة مقابل the biological theory أوكي؟ ولكن لا يعني إذا كانت ضعيفة فهذا لا يعني إنه هاي النظرية غلط أبداً ما في نظرية غلط All theories has been created to explain the disorder All theories has been created to explain theories to explain the disorder يعني هي فقط موجودة لتفسر. Now, once you are able to explain any disorder using any theory, اللي لازم تعمله الآن هو إنه you develop your intervention based on that theory. يعني إذا النظرية X كانت أحسن نظرية في تفسير المرض الفلاني، فبالتالي طريقة العلاج يجب أن تنبني على النظرية. هاي كثير القاعدة مهمة بالنسبة لنا. هسا psychodynamic theory اللي هو فرويد وبنته آنا ومن بعديه إريكسون ومن بعديه إلدر هذول الأربعة أشهر ناس يشتغلوا في عالم السايكوديناميك ثيوري شخصيا ما بحب أحكي عن فرويد لأنه معظم كلام فرويد يعني تم نفيه ناس نسميه نفيه باللغة العربية تم دحضه بالإنجليز disputed all claims of Freudians has been disputed and found to be incorrect هو فرويد وجماعته حكوا عن موضوع اسمه anxious mothering ممكن نسميها anxious mothering وممكن نسميها anxious parenting الأب المتوتر أو الأم المتوترة بكل بساطة child is unable to progress beyond dependence لأنه الأم المتوترة أو الأب المتوتر بيجي على الولد ماشي بيطقعوا كف عشان غلط بعدين بيحضنوا ببوسه بعدين بيطقعوا كف لانه عمل اي شيء غلط بعدين بيصرخ عليه بعدين بيحضنوا بعدين بيلعب معاه بعدين بيضحك معاه فبصير الطفل مش عارف هو تم عقابه بالكف ولا تم مديحه بالحضن والبوسه ففي قاعده عند علماء السايكولوجي بسموها كيس اند فيتش يعني بوس وقرص لما الطفل بتعلم يعني المقصود فيها انه causing pain and causing appraisals بتكافئه وبتعاقبه فبصير الطفل مش عارف شو الصح انه هو سيء لانه يضرب وانه هو كويس لانه يحضن فهذا بالتالي بيخلي الطفل unable to progress beyond dependence وبيأثر على الإيجو organization تبعه and in the interpretation of the reward فيلجأ الى ان يخترع صديق وهمي
وحياة وهمية وعالم وهمي وعالم خيالي غير موجود يتحدث معه حتى يرضي الغرور الموجود لديه. أي غرور وأي طموح وأي needs, needs of being consistent. وبالتالي تتكون الشخصيات الوهمية فبصير عنده hallucination and illusion. ولذلك أنا لا أؤمن بهذه النظرية. بعد كل الحكي باجي بقول لكم لا أؤمن بهذه النظرية. Psychodynamic theory بتقول كمان إنه the culture and the environment effects, which means the downward drift. بتقول clients with schizophrenia who possesses low social skills either move into lower social economic group or fail to move to higher one. المقصود فيها إنه الأشخاص اللي بنولدوا بتكون مهاراتهم الاجتماعية ضعيفة سيبقوا في مكان واحد وفي موقع واحد يؤثروا سلبا على حياتهم. وهذا بالتالي بيولد عندهم later on إشي اسمه hallucination and delusion. ورح نعرف فيما بعد إنه hallucination and delusion are not the only signs of schizophrenia. طيب أي حد عنده سؤال الآن؟ ما في أسئلة؟ طيب epidemiology حكينا 1% lifetime prevalence وعندهم high level of comorbidity with substance use and mood disorder. يعني أنا هاي المعلومات مش كثير بتهمني الأرقام لأن هاي الأرقام أساساً مش عربية ومش ثابتة لا عند الغرب ولا عند الشرق ولا عند الوسط. فيعني لا تهتموا كثير بالأرقام إنما يهتموا بالكلمات, بمعنى إنه هذول الأشخاص المصابين بسكيزوفرينيا غالباً بيكونوا substance users وغالباً بصير عندهم mood disorders. ومعظمهم إذا ما كانش أغلبهم على الأغلب يصاب بأمراض إلى علاقة بـ the way of management. بتلاقيهم smokers, يعني almost 90% of them you will find patients with schizophrenia smokers. تلاقيهم obese, عندهم كثير STDs sexual transmitted diseases, عندهم كثير مشاكل علاقة بـ liver hepatitis, غالبا بيكون viral, and these people will commit suicide, and 10% they actually succeed in suicide. الآن ما بنعرف هم they commit suicide because of hallucination or delusion ولا they commit suicide because of disparity من اليأس ولا من hallucination. راح كثير مرضى انتحروا بسبب أو لآخر وما عرفنا هم ليش انتحروا. هذا ما بنعرفه. بوقف قدام السيارة, بوقف قدام كذا, بوقف قدام قطار, ما بتعرف شو السبب. لكن النسبة بتقول إنه 10% من المصابين بسكيزوفرينيا they commit suicide. لن تجدهم بيشتغلوا, غالبا زواجهم بيكون فاشل, they get divorced مباشرة أول ما يتشخصوا. نسبة كبيرة منهم homeless اللي بتشوفهم بالشوارع ودارين بوسط البلد ودارين في الأسواق والناس بتنكت عليهم هون وهون, واللي عامل نابليون واللي عامل هتلر واللي 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 إلى آخره. هذول كلهم homeless لكنهم mainly diagnosed with schizophrenia. الآن ما حد يجي يقول لي إنه هذول اللي تعم مرضى schizophrenia بيكونوا أذكياء وعباقرة. هاي معلومة مش صحيحة. ليس هناك ارتباط ما بين IQ وما بين مريض أو مرض سكيزوفرينيا. ممكن مريض سكيزوفرينيا يكون غبي, ممكن يكون ذكي, ممكن يكون عادي, ملاش علاقة. IQ إلى علاقة بالsynthesis of the information, لكن تتأثر جزئيا حسب the brain structure. فممكن مريض سكيزوفرينيا يكون very smart person, ممكن يكون normal person. بس مش واحد يقول لي من كثر ذكاء أو صار عنده سكيزوفرينيا. هاي يعني أشياء خاطئة في المجتمع تبعنا. الذكاء الشديد ما بيعمل جنون كما يسمى عند البشر أبدا. ليس هناك ارتباط ما بين IQ أو بين الانتليجنس وما بين psychiatric disorders. كثير من المرضى اللي عندهم سكيزوفرينيا they end up in jail بأسباب كثيرة جدا, and they poorly satisfied, and they بتلاقيهم ما عندهمش أصدقاء, ما عندهمش معارف, حاسين حالهم في البيت أو في المكان اللي يكونوا موجودين فيه. طيب إحنا رح يعني نحكي سريعا عن هاي يعني
two three more slides وبعديها ممكن نتوقف لاحقا. هذا عنده أي سؤال الآن؟ حب يحكي أي معلومة؟ ما في؟ طيب كمل. أنا مرات بفتح حالك عشان نشوف إذا كمان في ملاحظات حدا كاتب إشي. سمعت. أنا من عندي لا ما في أي سؤال، كله واضح. الله يعطيك العافية. طيب الآن سكيزوفرينيا كاسم إذا بتشوفه بوسط الشاشة سكيزوفرينيا هذا مرض، لكن فعليا هو يتبع شيء اسمه سكيزوفرينيا سبيكتروم and other psychiatric disorder spectrum which means إنه هي مجموعة من الأمراض تتشابه فيما بينها بالأعراض، لكن كل ما اختلفت الأعراض بشكل جزئي كل ما كان المرض مختلف. يعني مرات لي يعني للتشبيه بقول زي الفواكه، كلها فواكه لكن إذا كان لون أصفر تختلف عن لون الأحمر بصير اسم مختلف، البرتقالي برتقال، الأصفر كذا وهكذا. هو نفس الكلام، راح نلاقي نفس الأعراض تتقاطع ما بين هاي كل أنواع الديسوردرز الموجودة، لكن في أحداها بتكون أعراض أكثر أو أقل أو أشد أو المدة أكثر. لذلك لما نيجي على الكريتيريا أوف دياغنوسيس لازم نهتم بهاي الجزئية. أول نوع اسمه سكيزوتايب البرسوناليتي ديسوردر، وهو نوع من البرسوناليتي بروبلمز، ديليوجينال ديسوردر، بريف سايكوتيك ديسوردر، سكيزوفرينيا فورم ديسوردر، سكيزوفرينيا وسكيزوافكتيف ديسوردر. هذول الست أنواع الرئيسية: سكيزوتايبل، ديليوجينال، بريف، سكيزوفرينيا فورم، سكيزوفرينيا، سكيزوافكتيف. أنواع الثلاثة هي درجات من السكيزوفرينيا ولا أنواع من السكيزوفرينيا؟ بدي أخنقك يا حنين. شيزوفرينيا، سكيزوفرينيا أو سكيزوفرينيا تعودوها، بس أخلص المحاضرة كل واحد يقعد محاله هيك يعيد 10 مرات سكيزوفرينيا أو سكيزوفرينيا. الشيء هاي بننساها، مش درجات، لا يوجد درجات، هاي أمراض. يعني سكيزوفرينيا أو بريف سايكليك ديسوردر زيه زي الأمراض الأخرى زي الديابيتس ميليتس، زي الهايبرتنشن، زي الميوكارديال انفاركشن and so on. درجة الشدة تكون في داخل المرض وليست بين الأمراض، أوكي؟ فما في درجات. الانتنسيتي بتكون في الساين and symptoms not in the disease itself. The criteria has to be either yes or no, met, not met، موجودة ولا مش موجودة. هيك الكريتيريون. احنا ما في عنا clinical manifestation، عنا ايش اسمه criteria، مفردها criterion، اوكي؟ طيب احكي ولا تحكوا؟ استكتر ما حكيت عن اخر ثلاث انواع. صحيح اخر ثلاث انواع حالين خربطتنا. substance او medication induced psychotic disorder او psychotic disorder due to another medical disorder، هذول موجودين across all kinds of diseases. يعني راح نلاحظوا انه في بعض الامراض النفسية سببها نوع معين من medication او سببها medical problem. الكاتاتونيا هي اساسا كانت احد الاعراض الرئيسية للسكيزوفرينيا، تم فصلها كمرض منفصل، لذلك صار في عندنا مرض جديد اسمه كاتاتونيا. ما كان في عندنا هذا الحكي قبل 2014. لن تجدوا مريض قبل 2014 مشخص بشيء اسمه كاتاتونيا ولا بريف سايكوتيك ديس اوردر ولا ديليوجينال. كان في شيء اسمه سكيزوتايبل، في سكيزوفرينوفورم، وفي سكيزوافكتيف، وفي سكيزوفرينيا، لكن ما كان في كاتاتونيا. هذول اجداد، الاربعه هذول طلعوا مع دي اس ام 5 اللي تم نشره بشهر 28/5/13. اول نسخه من دي اس ام 5 صدرت في 28/5/2013، اي ب 2014. كتب 2014 هي الكتب اللي بتحتمل او بتحمل هاي المعلومات. طيب نيجي على اول كرايتيريون من الدياجنوستيك كرايتيريا للسكيزوفرينيا. انواع في سكيزوفرينيا هذا اسمه سكيزوفرينيا، اوكي؟ ننتبه واحنا بنقرا two or more of the following almost all day، two or more، اثنين او اكثر، almost all day يعني almost all day مش ساعه وساعتين من النهار، معظم النهار، most days
معظم أيام الشهر most days of the month. إذن من التالية الخمسة الخمسة التاليين بدنا منهم اثنين على الأقل معظم النهار ومعظم أيام الشهر موجودة. الشرط الرئيسي إنه at least one of these two لازم يكون one or two or three. صرنا رياضيات نحكي الآن بس الأمور سهلة رح نمشي عليهم سريعا عشان نعرف شو يعني one or two or three. الخمسة اللي بدنا منهم اثنتين هم delusions شيء رح نرجع لهم طبعا hallucination disorganized speech odd behavior أو disorganized behavior و negative symptoms. هذول الخمسة شو بدنا منهم؟ بدنا منهم اثنين most of the day and almost all day most of the day. من الخمسة هذول لازم بدنا اثنين. شرط من الاثنين واحد منهم على الأقل يكون delusion or hallucination or disorganized speech. عشان ما بحرك السلايدز سريعا بحكيها حكي. الخمسة الرئيسيين delusion, hallucination, disorganized speech, disorganized behavior and negative symptoms. من الخمسة هذول بدنا ثنتين على الأقل من الثنتين لازم يكونوا delusions, hallucination, disorganized speech. سهلة صح؟ مين دي عدي إياهم؟ شو أتأكد هم سهلين؟ دكتور أنا. مين؟ أنا. أمل احكي. في عندنا الخمسة اللي هم delusion و hallucination و disorganization و odd behavior و negative إشي. من الخمسة هذول لازم يكون في عندنا اثنين. من الاثنين على الأقل لازم يكون في عندنا delusion, hallucination أو disorganization. حلو. إذن من الخمسة لازم يكون at least واحد. شو بتصور يعني ممكن مريض ماشي يكون عنده disorganized speech و disorganized behavior يعني ما عنده hallucination ولا delusion. بتشخص بسكيزوفرينيا؟ yes طالما 1 2 3 منهم واحد اللي هو disorganized speech موجود وطالما انه disorganized behavior موجود خلص طالما في عندنا one of the three. اتفقنا؟ طيب نتوقف لهون اليوم. بدي اياكم تشدوا حيلكم للاربعاء القادم تكملوا قراءة باقي السلايدز عشان رح نمشي عليهم وتكونوا مستوعبين شو بحكي. رح نقرأ رح نمشي على delusions, hallucination, disorganized speech, disorganized behavior. بعدين نروح على الفرق بين psychotic symptom والnon-psychotic symptom وبعدين نتحدث عن باقي أنواع disorders, delusional disorder, brief psychotic disorder, schizoaffective and schizophrenia form. هذول لازم تكونوا قارين كويس بالسلايدز حتى تتابعوا معي بشكل كويس. وكمان ارجعوا ادرسوا المادة اللي اخذناها اليوم والمادة الإضافية اللي ضفت لكم اياها عشان تزيدوا فهما عن البرين especially the brain function وش يعني neurotransmitters وين وشو المين فانكشنز اوف ذا نيوروترانسميترز وشو المين ستراكشر اوف ذا برين وشو المين فيزيولوجيكال فانكشنز بتصير ان ذا برين. هذا بساعدكم كثير لقدام لما نحكي عن الاذر من ديس اوردرز. حدا عنده اي سؤال بيقدر يدرس الماده ويوفره معانا لبدايه المحاضره القادمه او اذا عنده سؤال الان بيقدر يسال. دكتور ما بدي اسال سؤال عن المحاضره بس في لنا زميل معانا هون اسمه ماجد القرعان ما قدر يحضر المحاضرة لأنه عندهم حالة وفاة وما كان يعرف أصلاً أنه صارت السبت بعد ما جدت حالة وفاة صحيح فعشان هيك حكيت لك. طيب أساساً عدد الحضور قليل يعني 37 طالب يعني في عندنا تقريبا 16 غياب على الاقل. اوكي طيب اذا ما حدا عنده اي سؤال خلينا نعمل ستوب ريكوردينج